أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا المجلس مقام جوار الحسين عليه السلام، وهو النتيجة لهذه الزيجة المباركة. مجلسنا بعنوان اجتماع النورين النيرين، لولا هذه الزيجة المباركة في هذا اليوم أو في هذه الأيام لما تنعمنا بنعمة الأئمة الأحد عشر، الآن الأمير المؤمنين أبو الأئمة، ولما شرفنا أيضا في هذه الأيام ببركة وجود إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إذن القضية أعمق من زيجة متعارفة، وأنتم تعرفون لولا علي لما كان للزهراء كفء، أي ما تزوجت، لما أنجبت هذه الذرية المباركة. القضية احتفال بعيد الولاية، بعيد الأئمة الاثني عشر، لولا هذا البيت المبارك قلنا لما كنا اليوم في هذا المكان، ولما وجدت أصلا هذه البقعة المباركة. لهذا قبل المجيء إلى هذا المجلس ذهبت وقدمت التبريك لإمامنا الحسين عليه السلام، لأنه الثمرة الثانية لهذه الزيجة بعد ولادة أخيه أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذا اليوم أثرت ألا أتكلم كثيرا في التحليلات، هناك كلام كثير حول قواعد الأسرة الزوجية المباركة المتأسية بعلي وفاطمة، لكن أكتفي هذا اليوم بإطلالة سريعة على ما جرى في هذا الزواج المبارك من بعض المصادر التاريخية، وأعلق على كل حدث لما فيه الفائدة بإذن الله عز وجل. أولاً قلنا إطلالة على هذا الحدث مع شيء من التعليق. أولاً حياة أمير المؤمنين وشدة توقيره للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي صار صهرا له. طبيعي بعد الزيجة لعل الجو اختلف، النبي نعم هو الموصي له بعده، علي وصي، ولكن قبل هذه الزيجة ما كان صهرا له. طبيعي العلاقة علاقة فيها شيء من الرسمية كما يقال. بعد الزيجة علي يدخل عليهما يطرق الباب، الأمر اختلف. عندما اقترح عليه أن يتقدم لخطبة الزهراء عليه السلام قال علي للواسطة كما يقال: والله لو كانت أمة له ما اجترأت عليه، لو كانت أمة لرسول الله جارية أنا لا أتجرأ على هذه الحركة، فكيف وهي ابنته؟ هذا أدب من آداب أمير المؤمنين، على أحدنا أن يتحلى بهذا الأدب في خطابه لأئمة أهل البيت عليهم السلام. البعض عند طلب الحوائج سمعت هكذا، الآن هو جدا ضيقا خرج من طوره، يتكلم مع الأئمة بلسان غير مناسب، لو لم تعطي حاجتي لا آتي الحرم، أشكو الأمر إلى مثلا باقي الأئمة. ما هذا الكلام؟ الأدب بالتعامل مع المعصوم هذا أمر نتعلمه من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عندما طرح النبي فكرة الزواج من أمير المؤمنين عليه السلام، النبي ما طرح مزايا أمير المؤمنين المادية، حتى شجاعته ما ذكرها. أنتم تعرفون المرأة تحب الرجل القوي،
الشجاع الذي يدافع عنها في الأزمات مثلا، ومن أقوى من أمير المؤمنين ومن أغير منه. ولكن النبي قال لفاطمة عليه السلام: إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه، أول القوم إسلاما، فضله قرابته، وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إلي. هنا وقف إخواني. الذي له بنت قابل الآباء، حديثي هذا يصل للآباء لاحقا، اجعل من أهم أدعيتك تحت القبة في روضة النبي في الطواف، لا أدري، سل الله عز وجل أن يرزقك صهرا مباركا. الصهر المبارك لا ينشئ بيتا، ليس البناء على التخلص من البنت لتوفر على نفسك الإنفاق عليها. بعض الآباء كذا يريد أن يقلل من الأعداد في منزله، يحسب حساب المؤونة والطعام والشراب، يقول: نعم تذهب من بيتي أوفر على نفسي. هذا هو الهدف. سأل الله عز وجل أن يرزقك صهرا من أحب الناس إلى الله بحسبه، في منطقتك، في بيئتك، في قريتك، لا أقول على وجه الأرض. هذا دعاء مبارك. النبي قال: سألت ربي أن يزوجك خير خلقه. اتفاقا كان أحدهم في الطواف أعرفه، قال: يا رب اجلب لي صهرا من أحب الخلق إليك. وإذا بالطواف رأى صديقا قديما له كان والدا لذلك الرجل، أعني الصهر. فلما رجع إلى أرض الوطن، نعم، خطب ابنته وتمت الزيجة. ما المانع أن تطلب من الله عز وجل أن تزوج؟ وهكذا العكس، لك ولد مطيع بار له مزايا أيضا، قل: يا رب خذ لي، نعم ابعث لي خير امرأة لهذا الولد. لو كان أبو طالب حيا في المدينة لسأل ربه هذا الطلب، ويا ليته كان حاضرا في زيجة الزهراء عليه السلام، كم كان يفرح عندما يرى فاطمة، نعم، وهي ابن زوجة ولده أمير المؤمنين. طبعا أيضا حياء الزهراء ما قالت نعم، مفروض أن تقول نعم وألف نعم، ولكنها سكتت. يقولون سكوت البنت رضاها، يكفي أن تسكت في هذا المقام. كذلك هذه الزيجة لم تكن زيجة أرضية، رب العالمين زوجها في السماء من قبل أن يزوجهما في الأرض. من أدعية ليالي القدر، ليلة القدر القادمة أبقانا الله من الأحياء، الأم تدعو لابنتها لولدها، الأب يدعو لولده ولابنته، والبنت أيضا ليلة القدر تدعو: يا رب اجعل زيجتي في السماء قبل الأرض، يعني أنت قدر لي. والدي يبحث عن صهر قد يصيب وقد يخطئ، وطالما رأينا الآباء بعد فترة يعتذرون من البنت: أنا أخطأت الاختيار، وهكذا في جانب البنت. نعم، سأل الله عز وجل أن يكتب ذلك التقدير الذي فيه خير الدنيا والآخرة. وهنا أقول كلمة إن شاء الله تبقى في البال: هذه الزيجة ليس لها أمد. لا تقل زيجتنا إلى القبر، البرزخ، لا، إلى أبد الآبدين. ألحقنا بهم أزواجهم وذرياتهم. الزيجة الناجحة هذه زوجتك إلى الأبد، إلى ما فيه، إلى ما شاء الله هم فيها خالدون. ألا يستحق أن تدقق في هذه الزوجة؟
هذه الزوجة إن كانت لا قدر الله من أهل الجحيم هذه الزيجة منقطعة. الرجل في الجنة يتنعم مع الحور العين والمرأة تتعذب في نار جهنم، ما هذه الزيجة؟ أو العكس، لا أقول جانب المرأة، المرأة في أعلى عليين والزوج في أسفل سافلين، ولا نعم نحتمل قوياً من ذهب من الدنيا غير متزوج ومن ذهبت من الدنيا غير متزوجة، رب العالمين يجمع بينهما. بعض الفتيات نعم تخاف من العنوسة وفوات قطار الزواج كما يقولون، لا ضير، رب العالمين يا مدرك كل فوت، من فاته الزواج في هذه الدنيا الباب مفتوح، لا داعي للقلق واليأس، هذا اعتقادي. رب العالمين هناك زيجات في الجنة، ولعل هذه الزيجات خير من زيجة الدنيا. النعم الغلمان والحور العين يزفون بعض البنات في الجنة بعنوان زوجات للمؤمنين. المهم طبعا الفارق أن الزيجة في الدنيا فيها ذرية، نحن لا ننتقص من هذا الأمر، الذرية الصالحة يوم القيامة أحدكم يأتي وخلفه عشرات الآلاف من البشر، فيهم المجتهدون فيهم الصالحون فيهم ما فيهم، يقولون هؤلاء كلهم ذريتك. بعد مئات السنين طبيعي هذه الذرية تتكاثر، كم الإنسان يفتخر يدخل الجنة ومعه عشرات الآلاف من البشر من القوم الصالحين. هذه آثار الزيجة المباركة في الدنيا. وكذلك هناك عبارة بنفس المضمون، ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك، يؤكد المضمون نفسه. بعد هذه المقدمة، هذه الزيجة سماوية لم تكن أرضية، وعلامة ذلك أن على الأرض لم نرى شيئا مميزا، له درع سلاح أمير المؤمنين المقاتل، أحب شيء إليه سيفه ودرعه، وإذا بعلي يبيع درعه بكم؟ ب480 درهم، مبلغ زهيد. نعم اشترى بذلك جهاز المنزل. تقول الرواية أن عندما وصلت إلى هذه الفقرة رق قلبي ولعله يجري دمعة البعض، دخلت فاطمة بيت علي ولم تر إلا رملا مبسوطا، يعني يبدو حتى الفرش لم يكن مجال لشرائه على هذا النقل مثلا، لم تجد إلا رملا مبسوطا ووسادة حشوها ليف وجرة وكوزا. هذا جهاز الزهراء عليه السلام. حتى النبي رق قلبه وقال اللهم بارك لقوم جل آنيتهم الخزف، جل آنيتهم الخزف. حتى النبي لما رأى هذا المنظر، خير نساء الأرض تزوج وهي بنت خير المرسلين لخير الأوصياء، وهذا ما في المنزل من المتاع. طبعا رب العالمين عوض عن ذلك، لا نستغرب بعض المعجزات والكرامات، يعني صحيح بيت فيه ليف وكذا، ولكن عندما جاء دور الإطعام أخذ شاة، يعني غنما خروفا، نعم، وأطعم المهاجرين والأنصار بهذه الشاة، وضع يده على رأس هذه الشاة دعا بدعاء، الكل أكل من هذا الطعام يبدو طعاما سماويا.
أخيرا قال لبلال: خذ الطعام الزائد إلى أمهاتك، لعله يعني إلى زوجات النبي. نعم، رب العالمين فتح ستار الغيب، هذا الطعام أنزل ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، هذه المائدة السماوية تحققت في الأرض بهذا الإطعام. أيضا ننقل الشذرات من قصة زواجها النورين النيرين. عندما أقرأ هذه الأمور أتهلل في مداخلي فرحا، رب العالمين كم أكرم هذه العائلة المباركة. طبعا في حفل الزواج الكل من النساء حضرنا، نساء النبي، نساء المهاجرين، نساء الأنصار. نعم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم أمرنا أن يفرحنا. أي فرح، أي مناسبة أعظم من هذا الفرح؟ وأن يرجزنا. العرب له رجز في الأفراح، في المعارك، أبيات قصيرة في المناسبات: يرجزنا ويكبرنا ويحمدنا ولا يقولن ما لا يرضي الله عز وجل. أم سلمة لها رجوزتها: صرن بعون الله جاراتي واشكرنه في كل حالاتي. كم بيت أم سلمة ساهمت في هذه الزفة. حتى عائشة لها أيضا قصيدة مختصرة: فسرن بها فالله أعطى ذكرها وخصها منه بطهر طاهر. أعطى ذكرها، يعني لعله أن أعطيناك الكوثر. هذه البنت رب العالمين ذكرها، وأمير المؤمنين هو الطهر الطاهر. حفصة لها أرجوز أيضا: فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر. أيضا أبيات في الزهراء عليه السلام. يبدو قصة أن فاطمة سيدة نساء العالمين كان على الألسن: فاطمة خير نساء البشر. واكتملت الزفة أيضا، هذا من جانب النساء. أما من جانب الرجال أيضا الحديث فيها حرقة أيضا. هذه السيدة تزف بهذه الطريقة: نساء النبي ينقلن شعرا أرجوزة أركبها النبي الناقة وأخذ سلمان زمامها. زاد سلمان يقود زمام ناقة فاطمة، والنبي وحمزة وعقيل وجعفر عمي فاطمة يمشون خلفها مشحرين سيوفهم، والنساء قدامها يرجزن. يا له من منظر، يا ليت هذا المنظر سجل لنا. نساء النبي، نساء المسلمين أمام فاطمة يذكرن الأشعار: النبي خلفه الناقة. نعم، عقيل وجعفر شاهرين سيوفهم. هذا المنظر يذكرني بما جرى عليها بعد وفاة النبي، كم عاشت من الظلام والوحدة بعد ذلك. أيضا يذكرنا بغلامة ابنتها زينب في ذلك اليوم، لست في مقام ذكر المصيبة. هذه هي البدايات، ولكن انظروا إلى النهايات. المهم، منظر جبرائيل. نعم، هنالك التكبير يعم أرجاء الوجود. جبرائيل يكبر، الملائكة تكبر، أهل الأرض والسماء فرحين بهذه الزيجة المباركة. وأما أسماء بنت عميس، يا عميس، يا لها من امرأة محظوظة. النساء ذهبنا عندما تدخل العروس على الرجل، الكل يذهب لأجل الخلوة، يتركون البنت عند زوجها المستقبلي.
نعم أسماء واقفة لا تغادر الموقف. النبي يسألها ما بك، يعني ما الوقوف، انتهى الأمر؟ نعم. وإذا بها تقول أنا أحرس ابنتك، يعني قلبي مع فاطمة، كيف أترك هذا البيت؟ أحرسها ولو خارج المنزل، يعني تعلق أسماء بهذا البيت المبارك. هنا النبي دعا لها، كل حركة مشكورة، كل حب لأهل البيت هذا الحب له جوابه. تسقين أحدا في مجلس الزهراء، مجلس الحسين، هذه الحركة تشكر. نعم في الدنيا أحدنا قد لا يرى شيئا، ولكن عيونهم مسلطة على أولادهم. النبي دعا لها، قال فإني أسأل إلهي أن يحرسك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم. الآن ولعل أيضا العبارة هذه متوجهة إلى الزهراء، لا أدري، العبارة مبهمة. الأرجح أن مرجع الضمير هي أسماء، لأنها هي التي نعم أرادت حراسة هذا البيت المبارك. ونبلم الحديث. أخواني أخواتي، هذه الزيجة بداية لمرحلة مباركة. أولا لا نخلط الحرام بهذا المستحب العظيم، هذه بداية لذرية طيبة. نعم لا نفتتح هذه البداية بالحرام، المزامير بأدوات اللهو والحرام، بل بإطعام الحرام. أنتم بعيدون عن هذا الجو، سمعت في بعض المجالس الفسقة من المسلمين ليلة العرس يقدمون الشراب والمسكر، على الأقل يقدمون الطعام غير المذكى، وعلى الأقل الأصوات المحرمة. أنا قلت للبعض ما أسميه، ما هذا عدم الفهم؟ في ليلة الزفاف تورطون المئات بالحرام، أن ترتكب الحرام، اسمع الغناء في منزلك، كل الحرام في مطعم مغلق، ما هذه الجرأة على الله ورسوله؟ تجمع الناس في قاعة تطعمهم الحرام وتسمعهم الحرام ثم تذهب وتستغفر. رب العالمين غفر لك، ولكن كيف يغفر الذنوب التي أوقعت الغير فيها ثم تقول اللهم هب لهم ذرية طيبة؟ لهذا نسمع الطلاق في الشهر الأول، نسمع الطلاق في الشهر الثاني، تذهب المحكمة ترى المرأة في غاية الجمال والكمال، والزوج قد زهد فيها، يدفع المال للتخلص منها، وجعل بينكم مودة ورحمة، من جعل المودة سلبا، الأمر بيده، كبسة الزر ليلة العقد، رب العالمين كبس الزر. سألت عندما أعقد على الزوجين أقول للرجل ما مشاعرك؟ الآن بين الجد والمجاملة يقول كأني أعرفها من سنوات، كأنه عاشرنا سنوات هذه المودة، لكن بعد شهرين الزر ينطفئ، يتحول الحب إلى بغض. هو الذي ألقى المودة وهو الذي سلب المودة، احذروه. نعم اتقوه، اتقوا الله حق تقاته، الأمر بيده، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. إذن الدرس العملي لا نجعل بداية الزواج مقترنا بالحرام، فإذا اقترن بالحرام توقع كل بلية. هذا الدعاء إن شاء الله أقرأه، نعم
وأنت فيما بعد اكتبه على ورقة سجله لاحقا. يا له من دعاء جامع، إن زوجت ابنتك أو زوجت ولدك هذه الليلة ليلة الدعاء. راجعوا هامش الباقيات الصالحات في مفاتيح الجنان، دعاء صلاة ليلة الزفاف. ليلة الزفاف فيها صلاة وصلاة بليغة. أحدنا لا ينشغل بقضايا الأرض، السماء أيضا يحتاج إلى التفاتة. لا تنسوا دعاء ليلة الزفاف أيضا، وهذا الدعاء النبي دعا لهما: اللهم اجمع شملهما وألف بين قلوبهما واجعلهما وذريتهما من ورثة جنة النعيم. يطلب من الله أن هذه الزيجة فيها آلاف البشر. أنتم تعرفون من هذه الزيجة إلى الآن لعله مليارات البشر، الإحصائية الآن ملايين السادة على وجه الأرض. هنالك أعداد لا نريد أن نذكرها ولكن الملايين. ومن زمان النبي إلى الآن مليارات البشر من السادة الكرام ثمرة هذه الزيجة المباركة. وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة، واجعل في ذريتهما البركة، واجعلهم أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك ويأمرون بما يرضي. هذه قصة زواج الزهراء صلوات الله عليهما من أمير المؤمنين. تلخص الكلام أن الزيجة المباركة هي التي تكتب في السماء قبل الأرض، ليلة القادر تكتب كل المقدرات. الزيجة المباركة لا تتوقف على المهر الكثير وعلى البيت الأنيق. هذه زيجة رأيت في بعض المصادر جزئيات جهاز فاطمة 20 بضاعة بسيطة، جرة وكذا وكذا. هذا البيت لعل في زمان النبي كان من أبسط البيوت. إذن لا يفكر أحدنا في الأثاث الفاخر في المهر الغالي، وكأن ضمانة البنت بهذا المهر كأنه باع ابنته الثمن الغالي. وبعض الآباء عندما ينفسخ العقد يأخذ مال المهر لنفسه يخادع ابنته، باعها ثم أخذ ثمنها. هكذا عاطفة الأبوة. إذن الضمان بالله عز وجل، الضمان بمباركة الله عز وجل، لا بالمهور الغالية ولا بالأثاث الأنيق. صلى الله عز وجل أن يجعلكم في درب فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. اللهم بارك لنا في مجلسنا، استجب لنا دعاءنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أبلغ سلامنا تهنئتنا تبريكنا إلى إمام زماننا، وهو ثمرة هذه الزيجة المباركة في زماننا، واردد إلينا منه السلام. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.